بالاكسرسايز 17 عندنا 3 كوينز ار توست، يعني كبينا 3 كوينز. كوينز هن مثل 500 مثلا او 250 اللي فيهم طرد وناقشه. هيد از دينوتد باي اتش اند تيل از دينوتد باي تي. هودي الهيد والتيل هن وحده طرد وحده ناقشه. By using a tree diagram, determine the sample space. استعمل التري دياجرام لحتى تشوف كل الاليمنتس اللي بدنا نحطهم، كل الاوتكمز اللي بيطلعوا معه اللي هن موجودين بقلب السامبل سبيس. هلا نحن لما نكب اول وحده، نحن عندنا في عندنا 3 كوينز رح نكبهم. لما نكب اول كوين رح تطلع يا هيد ماشي يا تيل. لما نكب اول كوين رح تطلع يا طرة يا ناقشة. لما نكب هذه اول كوين فيرست كوين حصلنا على الجواب يا ترى يا ناقش. لما هلا تاني كوين بدنا نكب تاني كوين ورا الهيد رح يطلع عندي يا هيد يا تيل. يعني اذا كانت اول وحده هيد تاني وحده ممكن تكون هيد او تيل سكند كوين. وهون كمان ورا التيل رح تكون يا هيد يا تيل. شو معناتها هي؟ يعني يا اما بتكون بالاول هاد وتاني وحده هاد، او اول وحده هاد وتاني وحده تيل، او اول وحده تيل والتاني هاد، او اول وحده تيل والتانية تيل. هيك بده يطلع معه. هلا بيبقى تيل كوين ثيرد كوين كمان ورا هيدي الهاد بده يكون يا هاد يا تيل، وهيدي كمان وراها يا هاد يا تيل، وهي وراها يا هاد يا تيل، وهيدي وراها يا هاد يا تيل. فهون الأوميجا سامبل سبيس شو رح يطلع بقلبها؟ رح يطلع بقلبها أول شيء هيد هيد هيد، تاني شيء رح يطلع أو هيد هيد تيل، يعني قصدي بيكون أول كوين هيد والتاني هيد والتالت تيل، أو أول شيء هيد برجع تيل برجع هيد هيد تيل هيد، أو بتكون هيد تيل تيل هيد تيل تيل، او بيكون عندي تيل هيد هيد او تيل هيد تيل او تيل تيل هيد او تيل تيل تيل. هودي هن يعني في عنا 8 احتمالات. يعني بس زدت هودي ثلاثة كوينز رح يطلع الأجوبة معي وحدة من هول. يمكن يطلعوا تلتتن تيل، يمكن يطلعوا تلتتن هاد، يمكن يطلع تنتين هاد ووحدة تيل، يمكن يطلع الأولى والأخيرة هاد والنص تيل. هودي كل الاحتمالات اللي بيطلعوا معي يعني بهاي الطريقة منحط. فإذا عم يسألني هو هلأ عم يسألنا calculate the probability. هذا أول سؤال حطينا الأوميجا اللي فيه يعني السامبل سبيس اللي فيها كل الأوتكمز. عم يقول لي بالبارت 2 calculate the probability of the following events. probability للاي الاي معطيني اياها هي 2 head and 1 tail. هات لنعد ونحط الكارد للاي مثل العاده، الكارد للاي على الكارد للأوميجا. الكارد للاي اللي هن فيهم 2 head 1 tail، هاي فيها 2 head 1 tail، هاي فيها 2 head 1 tail، هاي دي فيها 2 head 1 tail، أو هني بس 3. فإذا الكارد للأي هي 3 والكارد للأوميجا اللي هني كلهم قديش هول 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 8. طيب probability برضو probability للبي كمان probability للبي. البي شو هي؟ probability of obtaining 2 tail and 1 head، 2 tails and 1 head equal رح تكون الكارد للبي على الكارد للأوميجا مثل العادي. الكارد للأوميجا هي 8 لانه كلهم هول 8 اللي فوق. الكارد للبي ما نشوف هول اللي فيه هون 2 تيلز 1 هيد قديش عددهم. في هيدي فيها 2 تيلز 1 هيد، هاي فيها 2 تيلز 1 هيد، وهاي فيها 2 تيلز 1 هيد كمان 3 من اصل 8 3 اوفر 8. probability of c اللي هي probability of obtaining 3 heads، كم وحده فيه هون 3 heads؟ فيش الا هيدي الاولى يعني 1 اوفر 8. هي الكارد للسي على الكارد للأوميجا اللي هي 1 over 8. probability للدي probability of at least
بروبابيلتي للدي بي سي بروبابيلتي ات ليست وان تيل. ات ليست وان تيل شو يعني ات ليست وان تيل؟ يعني بروبابيلتي بده يكون على الاقل فيها وان تيل، يعني لازم يكون فيها يا وان تيل يا تو تيلز يا ثري تيلز. فبدي عد انا اللي فيهم وان تيلز، هي بروبابيلتي ات ليست وان تيل بتساوي بروبابيلتي اوف وان تيل obtaining one tail or obtaining two tails or obtaining three tails. ما هي معناتها بما قال لي واحد تيل. هلا لما نعد اللي فيهم one tail و two tail و three tails اكيد على eight. اللي فيهم one tail و two tails هي بدي عدها، فيها one tail هاي فيها one tail وهي فيها two tails هاي فيها one tail هاي فيها two tails هاي فيها two tails هاي فيها three tails، بيطلعوا سبعة يعني. ماشي 7 over 8. Or مثل ما قلنا قاعدة نحن probability at least one tail بيساوي 1 minus probability no tails. ماشي 1 minus probability no tail equal 1 minus probability no tail، يعني فيش بقلبها تيل بالمرة. من هي اللي فيش بقلبها تيل بالمرة؟ هي هيدي بس، هي 1 يعني no tail هي 1 من اصل 8. هلا اذا نقصنا هون بنعمل same denominator بيطلع الجواب مثل هيدي 7 over 8. ماشي هيدي هي probability للدي، وهذا كل exercise number 17.